مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي شاشه قناه النيل الازرق وايضا محبي ومتابعي برنامج كاميرا بي ان. كاميرا بي ان مشاهدينا اليوم من داخل مدينه شندي وتحديدا من داخل اسوار جامعه شندي، حيث تحتفل الجامعه مشاهدينا بكرنفال التخريج الثالث للاعوام من 2003 الى 2017، والذي جاء تحت شعار خريج واعد لوطن رائد. مشاهدين هذا الكرنفال بتشريف رئاسة الجمهورية وأيضا برعاية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي دكتور سمية أبو كشوة، وأيضا بإشراف البروفيسور تاج السير حسن محمد أحمد مدير الجامعة. إذن مشاهدين هناك العديد من الفقرات في هذا الكرنفال، ابقوا معنا. من نشاد غلام عقلي ليك شهم، من نشاد غلام عقلي ليك شهم، أنت مقصدي وعشمي في الملم، أنت ساد بنايا والآن هدم، بمشي فوق خطي وتاك قدم قدم، بمشي فوق خطي وتاك قدم قدم، دمني مع أحي درع على صم، دمني مع أحي درع على صم، وسيلتنا طه مولتنا صم يا أمم لينا بالكرم، وسيلتنا طه مولتنا. ومن عرفتك تعقلي بيك تم، وأنت مقصدي وعشمي في الملم، أنت ساد بنايا والآن هدم، بمشي فوق خطي وتاك قدم قدم، بمشي فوق خطي وتاك قدم قدم، بمشي فوق خطي وتاك قدم قدم، دمني مع أحي درع على صم، دمني مع أحي درع على صم، وسيلتنا طه مولتنا صم يا أمم لينا بالكرم، وسيلتنا طه مولتنا. سيد الحرم سيد بير زمزم، سيد البنى الفوق ومخيم، تاج تاج وغار به ومعمعم، لابس الانوار بها ملسم، اه الانوار بها، لابس الانوار بها ملسم. نرحب بكم جميعا حضورا كريما، وأنتم تشرفون احتفالات الجامعة بتخريج كوكبة النيرة من أبنائها في مختلف الكليات والتخصصات والدرجات العلمية، فبكم تتألق اللحظة ويزدان المكان. الإخوة الكرام، لقد عقدت الجامعة العزم باكرا للإعداد لهذا الكرنفال، واختارت له شعارا ينطلق من أهدافها السامية تجاه المجتمع والبلاد، وهو خريج واعد لوطن رائد، حيث اخترنا أن يكون خريجونا وعدا صادقا لمستقبل زاهر لصاحب الريادة والفخامة فينا وطننا المفدى. أيها الجمع الكريم، سبق للجامعة أن أقامت حقلين كبيرين لتخريجها، كان أولهما عام 1996 والثاني عام 2002،
وكلاهما في عهد البروفيسور المرحوم علي محمد عبد الرحمن بري، نسأل الله الله المغفرة والرحمة. وها هي الآن تحتفل بالتخريج الثالث بأبنائها المتخرجين فيها، ويقام هذا الاحتفال لخريجي الأعوام من 2003 إلى 2017، حيث تخرج في هذه الفترة عدد 21,452 طالبا وطالبة في مختلف الدرجات العلمية، يتوزعون على الكليات على النحو التالي: كلية الدراسات العليا 600 طالب وطالبة، كلية الطب 1595، كلية علوم المختبرات الطبية 1729، كلية علوم التمريض 1840، كلية الصحة العامة 1149، كلية القانون 1610، كلية التربية 3474، كلية الآداب 3415، كلية الدراسات التنموية 747، كلية الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال 3665، كلية العلوم والتقانة 1628. وهنالك كليات أضيفت حديثا ولم تخرج، وإن شاء الله نلتقي على التخريج في الأعوام المقبلة. واحد الادم مزانا في مطلة كي هزانا، واحد
ها قد مضت أعوام كان قد بدأنا فيها المسير، ورست السفينة بمن فيها وحطت، وقيل الحمد لله رب العالمين. فعام بعد عام كنا نتطلع ببريق الأمل نحو هذا اليوم لنحصد فيه ثمر، وتفرح الأم ويفتخر الأب بمن ثابر وصبر. سنوات مضت لن أقول أنها مرت كلمح البصر كلمح البصر، أو أنها كانت خفيفة الظل والسفر، بل كانت أعواما مليئة بالجهد بالجد والاجتهاد، باللين حينا وحينا آخر بالعناد. ومرت علينا تلك الأيام وجمعتنا بأناس نعيش معهم زملاء، ونسمو بهم علماء ونفتخر. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم الهدى، ولمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وهنا في جامعة الشندي علماء عاهدوا الله على أن يخرجوا أجيالا تعرف قيمة العلم، أجيال يتوسم به فيهم الوطن خيرا وفخرا. فصنعوا الخريج الغدوة والأيدي العاملة المتعلمة والمثقفة والخبيرة، والتي غزت سوق العمل بأيدي وفكر وعلم هؤلاء العلماء. فهم الأساس النبراس، والنبراس كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. فلكم منا يا ورثة الأنبياء، ولكل من خط سطرا في سجل العطاء، لكل من نثر فوق الرسم من علم، ولكل من قرس شجرة أوراقها الجمال والمعرفة والحياة، وزر في القلوب الخير والحب والعطاء. تفضلوا بقبول الحب وكل التقدير والعرفان والوفاء. أنشأت جامعة الشندي في مارس 1994 بموجب القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 1994، منشطرة عن جامعة وادي النيل كإحدى ثمرات ثورة التعليم العالي التي انتظمت البلاد في العقد الأخير من القرن المنصرم. وتعتبر كليتي الطب والعلوم الصحية وكلية الشريعة والقانون النواة الأولى لها. وقد شبت الجامعة فتية، حيث سخر لها الله رجالا خلصا على رأسهم المغفور له بإذن الله بروفيسور علي محمد عبد الرحمن بري المدير المؤسس. وتتمثل رؤية ورسالة الجامعة في التفاعل مع المواطن وتفهم مشكلاته والاعتراف بمعرفته وخبرته والعمل معه على تطويرها وفق حاجته وقيمه، ومن ثم الانفتاح نحو المجتمع وتلقيح أفكاره بالأساليب العلمية الحديثة من أجل تحسين قدراته على مواجهة التحديات التي تعترض سبيله. وقد شجعت الجامعة النتائج التي حققتها في هذا المجال بعد سنوات قليلة من إنشائها على التوسع الرأسي والأفقي في مؤسساتها العلمية، ليرتفع عدد كلياتها خلال عقدين من 3 كليات فقط، هي كلية الطب والعلوم الصحية وكلية الشريعة والقانون وكلية التربية، إلى 14 كلية تتوزع في محليتي شندي والمتمة، منها 12 كلية استكملت أدوارها كاملة في التعليم والتدريس والتدريب والتخريج، والتي نحتفل في هذا اليوم التاريخي بتخريج دفعات متراكمة من ثمارها. وشهد العام 2016 افتتاح الفعلي لكلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات وكلية السياحة والآثار. وقد واكب هذا التطور زيادة مضطربة في أعداد الطلاب، حيث قفزت الأعداد من
8000 طالب في العام 2014 إلى غرابة 14000 طالبا وطالبة هذا العام. اليوم أيها الإخوة الكرام، تقيم الجامعة كرنفالها الثالث بخريجيها، حيث يتخرج عدد 21452 طالبا وطالبة في مختلف الدرجات من العام 2003 وحتى هذا العام. ما كان للجامعة أن تبلغ ما بلغت لولا فضل الله أولا والدعم والسند المشرف الذي ظلت تطلع به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هذا إلى جانب الأدوار الكريمة والبذل السخي لمجالس الجامعة والإدارات التي تعاقبت على إدارتها، فلهم منا كل الشكر وعظيم الامتنان. سلام أرض النخيل والنيل، حباب مروي وحباب كجمال، سلام حلف الحضارة وكوش، سلام بلد الحديد والنار، سلام حلف الحضارة وكوش، سلام بلد الحديد والنار. بعرقي وعزة التاريخ نهر المهر والسوار، جميع سودان يتوحد على روعة ضفاف النيل، جميع سودان يتوحد على روعة ضفاف النيل، قبل مرة وشموك ناسو جمال تاجوج وعستوني، شموخ عبد الفضيل المر وطن بالعز ما له مزيد، شموخ عبد الفضيل المر وطن بالعز ما له مزيد. احنا شبابك الطلاب مشاعل نور مدى الايام، مشاعل نور مدى الايام، نحرز ذاتنا في حبي عشان ما نعيش امان وسلام، عشان ما نعيش امان وسلام. احنا شبابك الطلاب مشاعل نور مدى الايام، مشاعل نور مدى الايام، نحرز ذاتنا في حبي عشان ما نعيش امان وسلام، عشان ما نعيش امان وسلام. وطن زيتون لحن النيل، نحن على ضفاف وامان، نحن على ضفاف وامان. وطن زيتون لحن النيل، نحن على ضفاف وامان، نحن على ضفاف وامان. وطن زيتون لحن النيل، نحن على ضفاف أمان، نحن على ضفاف أمان، أمان 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 أمان. أهني على أبناء الخريجين، متمنيا لهم حياة عملية طيبة كريمة ومستقبلا زاهرا ومزيدا من التقدم بإذن الله. كما وأهني جمعكم الكريم بمناسبة الذكرى 62 لاستقلال بلادنا، سائلا الله تعالى أن يجعل هذا العام عام خير واستقرار ونماء وبركة بإذن الله تعالى ورخاء. بحلول هذا العام
تكمل هذه الجامعة قرابة ربع قرن من الزمان، تطورت خلاله وبلغت كلياتها 14 كلية، وبلغ خريجوها خلال هذه الأعوام أكثر من 20,000 خريج، وستتوج آخر كليات هذه الجامعة إن شاء الله بافتتاحها على أيديكم الكريمة بعد هذا الاحتفال، وهي كلية السياحة والآثار. وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر والتقدير للأخت الفضلة وزيرة التعليم العالي لما قدمته لهذه الجامعة في دعم هذه الكلية. هذه الجامعة إن شاء الله كما سمعتم من الأخ مدير الجامعة ستنشأ فيها كليات في الأعوام القادمة، وإن شاء الله العام القادم سيكون افتتاح كلية طب الأسنان، تليها كلية الهندسة، ثم كلية الصيدلة بإذن الله تعالى، وستستمر مسيرة هذه الجامعة المباركة بإذن الله بدعم من وزارة التعليم العالي ومن ولاية نهر النيل ومن مواردها الذاتية، إذ بلغت مواردها الذاتية هذا العام أكثر من 27% من مواردها الذاتية وأنفقت على مشاريع تنمية هذه الجامعة. من جامعة شندين معنا خريج، نتعرف بيك. العباس عبد المنعم بابكر حي سعيد، خريج جامعة شندين كلية الطب والجراحة للعام 2017. أهلا بك وألف مبروك التخرج، وبتمنى لك حياة عملية موفقة إن شاء الله. الله يبارك فيك، وشكرا لقدومكم أنتم الجميل، وشكرا لجامعة شندين على اتحاد هذه الفرصة للتخرج، وشكرا لحضور وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، وشكرا أيضا لوالي ولاية نهر النيل اللواء ركن حقوقي حاتم الوسيلة. احنا بنتمنى لك مبارك لك التخرج مره ثانيه، وعايزينك تقول كلمه لزملائك اللي تخرجوا معاك من كليه الطب. والله بتمنى لهم حياه علميه موفقه لكل كليات جامعه شندي للخريجين في كل الاعوام من العام 2003 للعام 2017. اتمنى لهم كل التوفيق وكل الحياه العمليه الموفقه الجميله ان شاء الله. انا والده الخريجه عديان سيف الدين، متخرجة من كلية الآداب قسم الإنجليزي. أهلا بك وألف مبروك التخرج يا بنتك، وعايزينك توصف لنا يعني شعورك اليوم وبنتك خريجة وكبرت قدام عينك وتخرجت ما شاء الله، ووصف لنا شعورك في اللحظة دي. والله أنا فرحانة شديد، ولا يسعني إني ما بقدر أوصف فرحتي يعني بتخرج بنتي وكذا، وإن شاء الله كل أم تفرح ببنتها وكل واحد يشوفها أولادها خريجين يا رب. وتخريج حلو شديد وإحساس حلو شديد وما بتوصف، وإن شاء الله كل البنات اللي يعني لسه ما دخلوا يخشوا ويحسوا الإحساس ده، وكان تخريج حلو وشكرا للجامعة والإدارة يعني كان حلو شديد. شندي مشاهدينا ما زلنا متواصلين، تتوالى الكلمات وتتوالى الفقرات المختلفة في هذا الكرنفال، ابقوا معنا. نحييكم من شندي التي يحلو لإخواننا وبعض إخواننا أن يقولوا عنها شندي الجميلة الأصيلة، وهي جميلة بجمال هذا النيل العظيم الذي يجري فيها شمالا جنوبا وشمالا، وهي أصيلة من أصالة هذه الإهرامات في النقعة وفي المصورات في البجراوية في أعظم بلد ساهم في الحضارة الإنسانية
لأنه النقعة والمصورات كانت عبارة عن جامعة ومعهد عالي لعلوم الرياضيات، وفيها تم اكتشاف أول اكتشاف لخطوط الطول في العالم، وهي البلاد التي بين ضفتيها غامت صناعة الحديد، وأهلنا في المقابر الملكية وفي البيوت الملكية كانوا أهل صناعة وأهل دراية وأهل علم، ولذلك كانت جامعة شندي جامعة عظيمة وقوية ومنيعة، ونقف معها ونتمنى لها إن شاء الله التطور والازدهار في مقبل الأيام، والولاية داعمة ومساندة لجامعة شندي وجامعة وادي النيل وجامعة الشيخ عبد الله البدري وغيرها من الجامعات والكليات في داخل الولاية وفي السودان أجمع إن شاء الله. نحن والتعليم العالي إن شاء الله سنقف قوة دافعة للتعليم العالي في كل موقع وفي كل مكان. نحن عايزين نقول أنه كان العالم العربي على الأقل العربي يفاضل بين الشجاعة وبين العلم، أيهما يتقدم؟ بعضهم قال بيض الصحائف لا سود الصحائف على متونهن جلاء الشك والريب، جعل الشجاعة هي الأساس. ومنهم من دمج بين ذلك وقال الرأي قبل شجاعة الشجعان، هو أول وهي المحل الثاني، فإن هو اجتمعت بنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. وده دايرينه في أبنانا وبناتنا ديل، دايرين فيهم العلم ودايرين فيهم الشجاعة ودايرين فيهم الاستقلالية وعايزين فيهم القوة عشان يبنوا هذا السودان العظيم. دكتور عثمان، يعني دعنا نتكلم عن الكرنفال وعن يعني نتكلم عن خريجين من 2003 ل 2017، بيكون كيف انتم بتقدروا تجمعوا الخريجين لكل الاعوام؟ والفكره شنو انتم غير كل الجامعات؟ الجامعات عاده بتخرج الدفعات دفعه كل دفعه في سنتها. تراكمت هذه الدفعات لظروف كثيره تمر بها الجامعه، ولان الجامعه اصلا يعني في حياتها كانت قد أقامت حفلين للتخريج، وتراكمت فيها الدفعات، وذلك بسبب بعض الظروف التي تخص إدارة الجامعة واستقرارها. أما عن أعداد الخريجين فنحن يعني الآن نستهدف 21452 خريج، وذلك في كل الكليات وكل التخصصات وكل الدرجات. وأعددنا له باكرا هذا الاحتفال، وكان بتخطيطنا أن يكون في
في الثاني من يناير الجاري، وذلك لتزامنه مع الاحتفالات بعيد الاستغلال، ولكن لظروف الوزارة وظروف الولاية تأخر إلى هذا اليوم. ونحن اليوم يعني بجامعة شندي في تخريج طلاب جامعة شندي، وفي تكريم لنا والحمد لله كرمتنا جامعة شندي بأن لنا الدكتوراه الفخرية من جامعة شندي. وأما علاقتي بهذه الجامعة فهي علاقة قديمة منذ تأسيسها، والحمد لله كنت من الذين قدر الله لهم سبحانه وتعالى وفقهم فأن أكون من المؤسسين لهذه الجامعة أيام البروفيسور المرحوم علي بري رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك بصورة واضحة كان التأسيس في كلية الطب وفي مستشفى المكنمر، فالحمد لله معظم الأجهزة التي بهذا المستشفى الحمد لله وفقنا أن أتينا بها من الخارج، وأنا كنت بجامعة الملك سعود بالرياض، وكذلك كلية الطب، وكذلك تنمية المجتمع. نبارك لكم ونهنئكم على هذا الاحتفال، وننتهز هذه الفرصة لنهنئ أبنائنا وبناتنا الخريجين، ونبارك لأسرهم الكريمة التي علمت وصبرت ومولت إلى أن جاءت محتفلة في هذا اليوم. هذه الأسر تمثل شريحة من السودان الكبير، فالطلاب هنا في جامعة قومية أتوا من كل مكان في هذا البلد الكبير ليتعلموا وليدرسوا وليتخرجوا في بداية سلم الحياة. أقول لأبنائي وبناتي أن استلامكم هذه الشهادة هو بداية الحياة الجادة، فقد نهلتم العلم من أساتذتكم الكرام الذين وهبوا لكم الوقت ووهبوا لكم ما في صدورهم من علم، وأنتم اليوم تخرجون من هذا الصيوان إلى دروب الحياة المختلفة، منكم الذي يرجى منه أن يطبب الجراح، ومنكم من الذي يطلب منه أن يعلم الصغار والكبار، ومنكم من الذي يطلب منه أن يؤدي مهامه في إطار الخدمة المدنية العريضة، ومنكم من يختار أن يكون له العمل الحر والفكر الحر يساهم به في رفعة وبناء هذه البلاد. تخرجون ليس فقط محصنين بالعلم ولكن بالخلق الرفيع، وهذه هي مهمة الجامعات، أنها تفتح الآفاق للطلاب والطالبات، تبين لهم الطريق، ثم تطلب منهم أن يسعوا في الأرض مفكرين باحثين يبحثون ولا ينتهي بحثهم ولا علمهم بأخذهم لهذه الشهادة. يرجو منكم هذا البلد الكريم الذي علمكم، ترجو منكم هذه الأسر الكريمة التي ربتكم أن تردوا هذا الدين، ورد هذا الدين يكون بالعمل الجاد وبالمساهمة الفاعلة في نماء ورخاء هذه البلاد. إذن مشاهدينا مشاهدي شاشة قناة النيل الأزرق وأيضا مشاهدي ومتابعي برنامج كاميرا بي إن، دي كانت كاميرتنا حضور اليوم مع جامعة شندي، وهي تقيم كرنفال الخريج الثالث للأعوام من العام 2003 إلى العام 2017، والذي جاء تحت الشعار خريج واعد لوطن رائد. انتهت حلقتنا اليوم مشاهدينا، حتى ألتقيكم، خليكم متفائلين وحبوا الحياة، مع السلامة. داود العظك وعمر حلال شبك.
يا ليلى وقادر بكسا يا ليلى هو صاق عمل حم علينا ويقال قريب الكلام يخوج الشاي لبقيام علينا وقادر بنقسى علينا هون وقت الموت والسجع سريع الكفل الصقع يا ليلى وقادر بنقسى يا ليلى هون صاق عبل حم يا ليلى ويطال خريب الكلام يخوج الشاي لبقيام يا ليلى وقادر بكسى يا ليلى خوي يا بارسل نوب اللي تكفاتل بارسل نوب اللي تكفاتل كبرت الدروع وشلعت خوذاتي ما بيخاف عرسنا البخيل تم شكراتي صديت الخيول وقمعت طريق باتي ما بيخاف صلح حديد حمام سولون كفاء سولون جهاد حمزة وعلي وعثمان باب يخاف سل حديد نحمي الخوف ولا قسمه من قوت الجهل الخوف ولا قسمه معروف في المعاصي وفي الدود كتير عشمه ما بيخاف تدخل فوق مكانه النحاس خلف شتمه ركز البخيت الفال والنظر ختمه ما بيخاف صلح حديد نحمي